حياة جبال بلادي وشواطيها، تعبت وبتعبس يا هادي فعليها، وحياة جبال بلادي وشواطيها، تعبت وبتعبس يا هادي فعليها، فيها أيامنا بتحلى وعليها الروح ما بتغلى، فيها أيامنا بتحلى وعليها الروح ما بتغلى، كلمات الأهلة وسهلة زرعوا فيها زرعوا فيها، وحياة جبال بلادي وشواطيها، عبدوا بتعبد يا هادي تعليها، فيها أيامنا بتحلى وعليها الروح ما بتغلى، يا خي تنعمرها. يسعد صباحك زينب، صباح الخير. يسعد لي صباحك، صباح الخير والمطر. عن جد صباح الخير والمطر، الله يبعث الخير يا رب على كل بلادنا، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية اللي انضموا لنا برحلتنا الصباحية لليوم. مواضيع عديدة رح تكون معنا مع ضيوف اختصاصيين طبعا على مدار ساعة من الوقت، كونوا معنا وحضروا فنجان القهوة وتفرجوا علينا أنا وزينة. يسعد صباحك زينب. يسعد صباحك عن جديد سلمى، وصباح الخير لكل مشاهدينا والفرج، وان شاء الله هالمطرة بتحمل كل الخير لكم هيك، والقعدة الحلوة مع العائلة. حضروا مثل ما قالت طبعا سلمى فنجان القهوة لحتى تكونوا معنا برحلتنا الصباحية لهون. في عنا كثير من المواضيع والفعاليات وحتى أضيف الأخصائيين بعدة مجالات، تابعونا لكن بعد الفاصل. زينب مثل ما بتعرفي يمكن فصل الشتاء كثير ناس بتحبه، وهذا الفصل كمان بعض الناس ممكن يتعرضوا فيه للكسل او للخمول. خلينا نتعرف بالتقرير التالي عن بعض المشروبات اللي بتعطي طاقه وحيويه للناس بفصل الشتاء. يحتاج الجسم في فصل الشتاء الى المشروبات الساخنه التي تعمل على توفير الاحساس بالدفء، ويقول خبراء التغذيه ان هناك بعض المشروبات تمنح الانسان فوائد صحيه إضافية. القرفة فهي تعمل على تنشيط الأوعية الدموية وتحسين وصول الدم إلى أطراف الجسم، مما يعزز الشعور بالدفء. الزنجبيل يساهم في تحسين تدفق الدم وإمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها، ويعتبر من المشروبات التي لا تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذلك يساهم في خسارة الوزن الزائد. الشاي الأخضر يساهم في تنشيط الدورة الدموية، كما يرفع معدل حرق الدهون في الجسم وإعطاء الجسم شعوراً بالدفء في فصل الشتاء. اليانسون من المشروبات الدافئة التي لا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية. النعناع والذي يحتوي على الإنزيمات التي تساعد على تعزيز عملية حرق الدهون وفقدان الوزن.
سلمى، بيلعب التحفيز دور أساسي بحياة الإنسان، وهو طريق جيد للتألق والنجاح والتطوير بالعمل. طبعا يمكن أن نجعل الحافز أسلوب لتطوير العمل، لكن نتعرف على الأسباب اليوم مع ضيفتنا دون أن يصبح غاية بحد ذاته، لحتى نعرف شو هي الطرق للتحفيز إن كان بالعمل وإن كان بأسلوب الحياة. راح نحكي ونتعرف عليه أكثر مع ضيفتنا نهى شويحنة، مستشارة بإدارة الموارد البشرية وايضا التطوير الاستراتيجي للمؤسسات. يسعد صباحك يا نهى، اشتقنا لك. صباح الخير، ميرسي زينب. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. خير. الله يسلمك. صباح التحفيز، خلينا نقول اليوم صباح الحماس والنشاط مع المطر. مع المطر ان شاء الله يا رب، الله يبعث الخير. آمين. يعني دائما بنقول التحفيز هو شيء كثير اساسي ومرافق لاي عمل باي مؤسسه لحتى يكون في نجاح وتطور. كيف بنقدر نخلي هالتحفيز هو اسلوب؟ تمام. هلا نحن سلمى، السبب الاساسي للتحفيز هو اني نحن عندنا بيئه عمل عم تكون عاده بتبدا بتصير سلبيه، بخف اداء الموظفين، بيصيروا هذا بياثر على انتاجيه العامل، وهذا الشيء بخلينا بعدين بعد فتره اني ما عاد في انتاجيه ابدا بالمؤسسه، واداء المؤسسه انحدر. فلذلك التحفيز يعني اسبابه، اول شيء بدنا نعرف اني ليه بدنا نحفز، لاني في احباط، وقديه نسبة الإحباط عم تكون بشكل عام بالمؤسسة. كل ما زادت نسبة الإحباط زاد معناتها صار بدنا تحفيز أعلى، بس ما لازم نوصل لهالمرحلة هاي، ولكن نحن بدنا نكون واقعيين. بسبب الظروف، بسبب الأزمة، عم يزيد الإحباط، الناس عليها ضغوطات كتير كبيرة. صحيح. في هلأ دور المؤسسات لوعي دور التحفيز بالشركة كتير مهم، بس هذا كله يعني إحنا لما نحكي تحفيز في عدة أسباب أو قصص معينة ممكن تعمل بدنا حافز. في حوافز مادية وحوافز معنوية، يعني وحوافز كمان إنتاجية، يعني ثلاث أنواع. فالحوافز الإنتاجية مرتبطة بطبيعة العمل. أنا لو أعطيت العامل مهام غير مرتبطة بطبيعة عمله فما رح يقدر يكون محفز ولا رح يقدر يكون منتج. فنحن قبل ما نقول أنا اليوم ممكن أعمل حوافز مكافأة يلي هي التقليدية، قل له شكرا، قل له عدة، بس في أسباب جذرية أنا ما تخلصت منها. فأنا مفروض حلل المرض أو الموجود بالمؤسسة، هل هي طبيعة العمل يلي عم أنا شخص أحيانا بيعمل الشخص كتير منيح، ما في أبدا تقدير من مديره المباشر، دائما تكسير من قبل المدير المباشر. في مدراء مهما كنتي معهم منيحة وقدمتي لهم شغل بيطير العائل، بيضلوا لازم يطالعوا لك في نقطة غلطتي فيها بهذا السطر. طيب أنت ضيعت لي تعب 90% على نقطة، يعني هذا الكلام هو أكبر عامل. فأنت لو كنتي بقسم آخر عملتي حوافز ما رح يستفيد الشخص، لأني أنا المشكلة ما حليتها. فأسباب التحفيز نحن بدنا نشوف جذور المشكلة، ممكن يكون المدير، ممكن نحن كثير أنا بسمع قصص خاصة بالقطاع الحكومي بتتكرر، بتتشكل لجان، بيجيبوا ناس مستشارين من برا، بيدفعوا لهم مصاري كثير، بتركوا الناس اللي خبرات عم تعمل مشروع. أحيانا بيكون هو لو رح يجيبوا خبرات من برا بتكلف لنفترض 10 مليون، إجا عندك شخص عملها بتكلفة 500 ألف، طيب أعطيه مكافأة، حتى هي المكافأة بيبخلوا عليهم فيها. فنحن في عدم تقدير حجم العمل، عدم تقدير للإنتاجية أو الأهداف اللي عم ينتجها الموظف. لو عطيته مكافأة وما كانت بمكانها الصح وقيمتها الصح وتوقيتها الصح، لأن أحيانا التوقيت لما تتأخر كتير بتكون هداك الوقت خسرنا كتير جزء كبير منها. فلذلك نحن لما نحكي رح نحفز الأفراد المفروض نشتغل على موضوع، أول شيء ندرس طبيعة العمل تبعت الأفراد، هل هي مهامهم عم يشتغلوا فيها بشكل صحيح أم لا، هل هي تتناسب مع قدراتهم وطاقاتهم أم لا، هل هو إذا أنتج وعطاني قيمة مضافة هل أنا عم بقدر أني أقدر له، خليني أقدر له هالعمل، كيف في عندي مكافأة، في عندي رسالة شكر قدام المؤسسة كلياتها، وممكن أعمل تكريم أفضل موظف بالشهر. هذا الموظف قدام الكل بنحكى إنجازاته، لأن كتير نحن حلو بالأخير نحكي إنجازاتنا أو منريد إنجازاتنا تنحكى على مستوى المؤسسة.
ففي حافز. نحن الراتب هذا عبارة عن البطاقة العمل يلي أنت وصفك الوظيفي، مهامك العمل يلي عندنا بطالة مقنعة مليانة يلي هو ما عاد وقيمته المادية ما عاد تعطي كتير كبيرة، فمعناتها الراتب هذا ما له حافز أبدا للعمل. فالمفروض عنا بهيكلة إدارة الرواتب يصير في جزء راتب لنفترض عليه 50% و50% تحفيز مرتبط بالأهداف، مرتبط بالإنتاجية، مرتبط ببرامج تكريمية، فبحيث بالأخير يكون في كتلة المادية تبعت الموظف. أنا اليوم المفروض حسسه مادياً أني كمان لأني ضمن الظروف والأزمات أكيد رح نراعي وضع المؤسسات والأزمة يكون شيء منطقي، ولكن تتناسب. مو معقولة اللي عم يعمل عمل بسيط يتكافئ بنفس قيمة اللي عامل لي عمل هذا، لأني ليش سكيل أو درجة المكافأة هي نفس السوية؟ لا، المفروض أني أنا أقدر حجم العمل والقيمة المضافة اللي قدم لي إياها مقابل التحفيز هذا. بهيك بتحفز لما بيحس أني أنا حجم العمل اللي قدمته كان كبير وأخذت عليه إن شاء الله 1000 2000 3 4، هل هو أخذت أنا أكثر من الشخص يلي قدم هذا؟ فهذا أكيد بيعمل حافز. مشاركة الموظف بالأهداف هي كتير دورها مهم لتعمل حوافز عنا تانية. ممكن نحن نعمل لهم لعبة فريق، ورشة عمل يتشاركوا بوضع أهدافهم، يتشاركوا مع مديرهم. العلاقة بين المدير أنا برجع بقولها والموظف كتير أساسية لنجاح العمل، لأني بيجي كتير ناس ما بتتخلى عن عملها بصراحة لسبب المدير، ولذلك رح يكون نحن كتير ننتبه على مدراءنا واختيارهم وين مكانهم بالمؤسسات، لأني إذا ما كانوا هن عم يكونوا صح مهما عملت أنا برامج تحفيزية مهما عملت مكافآت ما رح تنجح إذا ما كان عندي بيئة حاضنة صحيحة لهذا الشيء. نعم، يعني نوها مثل ما حكيتي أنه التحفيز قد يكون مادي قد يكون معنوي وهو الأهم، يعني حتى الواحد يحس بقيمة العمل اللي قام فيه. خلينا نحكي بس في سؤال، متى يحتاج الشخص للتحفيز؟ نحن بنعرف أحيانا في محسوبيات بالتحفيز، يعني ممكن يكون شخص ما بيشتغل لكن يتحفز معنويا أو ماديا غير الشخص اللي عم يشتغل ويقوم بواجباته وأكثر، هذا بيعمل أحباط وروتين بالعمل أنه خلص ما في شيء متقدر. فخلينا نحكي على التوقيت، أمتى الشخص يحتاج إلى التحفيز وهل ممكن يصير نمط حياة إن كان بالمؤسسات العامة أو الخاصة؟ تمام، هلا قلتي نقطة كثير مهمة يا زينب. نحن في عنا ناس الله خالقهم منتجين، الله خالقهم يعني ما شاء الله لنمو، تمام، دائما طاقة، بيحبطوا لما ما تقولي لهم كلمة شكرا. صحيح، ما ناطرين يمكن التحفيز المادي قد ما ناطرين التحفيز المعنوي، تمام. ولكن في عنا أشخاص أداؤهم عادي أو تحت العادي، هدول كيف ممكن نرفع سويتهم؟ هدول بدهم دمج مع الدينمو، تمام. فلذلك لما بيكون تنحط طبيعة العمل، بس اليوم لو عطيتي لهذا الشخص اللي عم تحكي أداؤه وسط وتحت الوسط، لو عطيتي مصاري ما رح يتحفز، بالعكس للأسف. أني ممكن بس إذا عمل بشغلة يعني بيصفقوا له أنه إيه عمل شغلة بس بالعكس، هذا بالعكس هو هذا الشخص اللي عم تعطيه مصاري، هو بأداؤه بتقييم أداؤه وسط أو إنجازاته ما لها كتير قوية، ما تفكر إذا عم تعطيه مصاري هو عم تحفز. أنت عم تحبط القوي اللي عم يشتغل وعم تقوي الضعيف اللي هو رح يضله ضعيف. ليش رح يضله ضعيف؟ لأنه مو هو المصاري رح تحفزه، رح تحفزه المفروض اني ادرس طبيعة عمله هل تتناسب مع مع شغله. ممكن اعمل جوب روتيشن، نقل للعمل بمكان تاني يكون انتاجيته افضل، تمام. انت الحافز المادي لهيك اشخاص ما بترفع الا اذا ربطناها بالاهداف بتاسكات بالعمل. يعني انت عندك هذا الشهر بدك تخلص 1 2 3، خلصتهم اخذت عليهم هداك الوقت هي يعني بيعتبرها مكافأة. بس نحن عمليا إذا مثل ما قلت أنا سلم الرواتب نحط جزء راتب أساسي مهام وظيفية، جزء أهداف، جزء مهام تانية، فبتصير هداك الوقت في عنده جزء رح يخسره، والإنسان بس ما حس حاله عم يخسر أو ممكن يتأثر سلبيا ممكن هداك الوقت يعني يصير الحافز، لأنه يعني هو بده حافز سلبي مو حافز إيجابي، يعني بده عقوبة، بده راس، بده بصراحة مو يعني أنت مثل ابنك إذا دللتي ضليتي عم تدلليه ما بينتج. صحيح.
بس انت في ايام بتقولي له ماما هاي ما قصير بدي احط لك اكس مثلا، كنت حط لهم لاولادي اكس على الورقه اذا غلطوا، بدي احط لك اكس يلي هي نحن هلا بمجال العمل اكيد تنبيه، ورنينج ليتر، رساله تنبيه او انذار. ما كل القصه نحن الحافز، بالعكس في ناس كثير منيح بعد الانذار الكتابي بتلاقي اداء كثير للاسف منيح. فهذا الشيء بيحدده نظام العمل من أجور ورواتب وحوافز وعقوبات. يعني رب العالمين قال لك أجر وثواب وعقاب، ما قال لك بس رح أعطيكي أجر وثواب، أعطاكي عقاب. معناتها الدنيا في أشخاص ما بتشتغل بس بالأجر والثواب، في ناس للأسف تشتغل بالعقاب. ولكن التوقيت الصح مثل ما قلتي، يعني احنا حتى الحافز إذا أنا عملت ما تكرمت فورا لبعد 3 شهور ما عاد في داعي، ما بيفقد قيمته تماما. وهذا اللي كان بدي احكي مع حضرتك فيه استاذة نهى قبل ما نختم حديثنا اليوم، قد ايه مهم يكون كل شيء محسوب صح. يعني مثل ما قلتي الحافز بوقته، حتى العقوبة بوقتها، لحتى بالنهاية يكون هذا النظام العمل النظام يعطي نتيجة. تمام. هلا هون بدها كثير توعيه للمدراء، وبدها طبعا قسم الموارد البشريه بالمؤسسات سواء الخاصه او العامه تبني نظام عمل تحفيزي وعقوبات حقيقيه مرتبطه بطبيعه اداء العمل والانتاجيه، مو مرتبطه بهذا المعنى. مع احترامي لقانون العمل اكيد اساسي، بس نحن هي القصص التقليديه الكلاسيكيه خلينا نطلع منها. ما في شيء اسمه في ظروف انسان، انت عم تتعامل مع بشر، انت هدول ما لهم مكانات. انا ممكن استثني كثير، انا ممكن اني احفز الموظف اعطيه يوم اجازه، يعني قل له معك ساعتين لا تجي الصبح، بس انا بالمقابل اشتغل لي 4 ساعات بالبيت اعطاني انتاجيه. معناتها انا ممكن ببعض القصص اكيد ما بدي اياه تسيب بالعمل، بس ممكن اني انا ليش عم بقول اني انت كموارد بشريه المفروض تترك اداه بايد المدير ليريح الموظف، مو ليكون عم يضغطه نفسيا. والله هيك بدهم قسم الموارد البشريه، بدك تجي على الوقت، انا بدك اجي على الوقت واشتغل 4 ساعات بالبيت، الله ما قال. فاليوم لازم يكون في انظمه نطلع من التقليديه، نحط ضوابط تحفيزيه. كتله اصلا هيكليه نحن اغلب المؤسسات هيكليه الرواتب والاجور تقسيماتها غلط غير منتجة، وتوقيتها حتى المفروض نحن ينكتب تتعلق بإنتاجية المؤسسة. ربحت المؤسسة الموظفين إجاهم أكثر مصاري، يحسوا حالهم هن جزء من المؤسسة، مو ربحت المؤسسة عم تربح وهن ما عم يحصلوا على الشيء. فحتى المؤسسات إذا حققت أهدافها كقطاع حكومي أكيد ما رح يعرف الموظف بالأرباح، بس على الأقل إذا حققت أهدافها نحط نحن مثل معيار مؤشر أداء لها وترتبط فيها. أكيد. يعني نهى عطتنا هيك ملخص عن التحفيز أيا كان نوعه، ونتمنى أنه يطبق عن جد بشكل فعال بالمؤسسات أيا كانت خاصة أو حكومية وبشكل عادل أهم شيء. إن شاء الله. شكرا لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي عطتنا إياها. شكرا لكم. شكرا للإخبارية. شكرا لك نهى. ما هلا رح نروح لحلب واولى عروض الاعمال المسرحيه مجنون يحكي وعائل يسمع على خشبه مسرح نقابه الفنانين اللي طبعا بتحكي عن الواقع بقالب كوميدي، وهي تحيه للفنان الراحل محمد زين. التفاصيل بالتقرير التالي. اكسكيوز مي دكتوره، جنابك طلبت لقائي بشكل مستعجل، خير في شيء؟ طمني كيف كانت مهمتك؟ عم نوصل الليل بنهار دكتوره، والمجهود اللي عم ينبذل كبير كثير. وسط اجراءات احترازيه يعود في اولى عروضه العمل المسرحي مجنون يحكي وعائل يسمع كتحيه للفنان الحلبي الراحل محمد زين على خشبه نقابه الفنانين في حلب بعد توقف لشهور نتيجه اجتياح فيروس كورونا للعالم. العمل هو محقق جماهيريه سابقا وانعرض بظروف كانت حلوه، توقف شوي بسبب الوضع الصحي كورونا، فحبينا نرجع نعيده بسبب طلب الجمهور له بسبب النجاح اللي حققه بالمره الاولى. عمل فكره جديده، هو بيحكي شوي عن السفر عن الزمن، يعني بطريقه هيك شوي حلوه وكوميديه ومهضومه للعالم. هي فكرة علمية نوعا ما، يعني انه كيف فيك انت تسافر على الزمن بهذا المكان، كيف ترجع للماضي وكيف تروح تشوف المستقبل. إقامة عرض مسرحي بهذا التوقيت وبهي الظروف هو بحد ذاته إنجاز بغض النظر إذا كان عرض جديد أو إعادة. طبعا هو حقق السنة الماضية جماهيرية كبيرة بعروض عدد لا بأس فيه، كان كومبلي الحمد لله، بس الظروف هلا حاليا اختلفت، عم نحاول نرجع نخلي الناس تتعود على فكرة حضور المسرح وارتياده بنفس الوقت. عمل يحاكي بقالب كوميدي واقع نعيشه بشكل يومي، لا سيما تفاصيل الحرب الإرهابية على سوريا، بشكل إبداعي ورؤية لمجريات أحداث متعددة
تتفق في النهاية على قضايا عدة من البقاء والوقوف لتحدي كل الظروف. المسرح هو عم يرسم ابتسامة كان على وجوه الناس وبيعمل لهم مثل عرض مسلي، في فكرة، في ابتسامة بنهاية يومهم بعد ضغوطات الحياة. عمل مجنون يحكي على اسمه عم نعيده بحلة جديدة بشكل مطور بشكل أحلى. نتمنى من الجمهور أنه يحضر حتى يكون معنا أول بأول، وإن شاء الله مستمرين بهذا العمل وبأعمال قادمة. نحن عم نعيد تقديم هذا العمل بناء عند رغبة الجمهور ونزولا يعني عند رغبتهم وبناء على طلبهم وعلى حبهم للعمل، لأنه عمل تقدم بطريقة كتير حلوة بس ما أخذ حقه صح كمان، فهلا عم نعيده إن شاء الله بحلة جديدة وبطريقة جديدة. بشكر أعضاء الفرقة المسرحية اللي هدوا هذا العمل لروح بابا الفنان محمد زين، وبتمنى يضلوا مباشرين وتضل الحركة المسرحية مستمرة. العمل المسرحي يعود اليوم ليقدم تحية للفنان الحلبي الراحل محمد زين بعد إصابته بفيروس كورونا، تخليداً لمسيرته الكبيرة الفنية وتحية لروحه. سلمى، موسم الشتاء أو فصل الشتاء يعتبر يعني هو موسم نزلات البرد وايضا الانفلونزا اللي الكل معرض انه يعني ينصاب فيها، لكن هي السنه الاستثنائيه هي اللي تزامنت مع جائحه كورونا والخوف من الاختلاط من الامرين او المرضين. اول شيء رح نشوف التقرير ونرجع مع ضيفنا بالاستوديو. بعد توثيق عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا للمرة الثانية مؤخراً في جميع أنحاء العالم، من الواضح أن حماية أنفسنا من فيروس كورونا قد تكون معركة مستمرة على الأقل حتى يتم الوصول إلى لقاح فعال. وعلى الرغم من أن المرضى الذين تم شفاؤهم من كورونا يكتسبون الأجسام المضادة بعد الإصابة، إلا أنه لم يتم التأكيد كم من الوقت تستمر الأجسام المضادة. فهل يمكن الإصابة بفيروس كورونا أكثر من مرة؟ قد لا توفر الإصابة الأولى مناعة مدى الحياة، حيث أشارت دراسات إلى أن الأجسام المضادة يمكن أن تبدأ في التلاشي ما بين 3 إلى 9 أسابيع بعد الشفاء. في الواقع، يمكن أن يحدث أيضاً أن لا يطور جميع المرضى الذين تعافوا من كورونا نفس العدد من الأجسام المضادة، ويمكن أن تكون استجابة الجسم المضاد أقل، وبالتالي من المهم للغاية أن تحافظ على الحذر وأن تتبع الاحتياطات. لمعلومات عن الموجة الثانية التي تطرق أبواب دول العالم وكيف يمكن الوقاية والحماية، الإجابة مع ضيفنا بصباح نغير. مثل ما تابعنا زينب بالتقرير، كتير خلال هاي الفترة تم الحديث عن الخلط بين طبعا الانفلونزا والجريب وبين فيروس كورونا، ولكن بالعموم هناك أعراض يعني تم الحديث عنها خلال الأشهر الماضية من بدء الجائحة للتفريق بين فيروس كورونا والإصابة فيه وبين نوبات الرشح والإنفلونزا. أيضا يتم الحديث هلا عن الموجة الثانية اللي هي رح تكون أقوى وأخطر، مدى صحة هذا الموضوع رح نحكي فيه أكثر مع ضيفنا الدكتور حسام حديد رئيس الشعبة الأزمية في مشفى المواساة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحكم، صباح المشاهدين جميعا، يعطيكم العافية. يسعد صباحك. يعني خلينا نبلش دغري بالموضوع، أقاويل كتير وخوفة من الموجة الثانية من جائحة كورونا اللي عم تتزامن بفصل معروف وفصل الرشح والجريب والإنفلونزا، يعني الأمراض العادية اللي بنصابوا فيها العالم. خلينا نحكي أول شيء عن صحة هالأقاويل، هل الموجة الثانية من فيروس كورونا ستكون أقوى وأشد؟ يسعد صباحكم، الصباح الشتائي المميز يعني مع مطر، نتمنى الخير لبلدنا ولجميع المشاهدين ولجميع أهل بلدنا. مثل ما الكل يعني نحن ما في داعي نبلش بالحكي عن كورونا لأنه الحديث عن كورونا ما انتهى، يعني أساسا نحن هلأ صار لنا تقريبا من شهر 1 2020 موضوع الكورونا هو موضوع حديث الكل على مستوى العالم، وكل المنظمات الصحية وكل الجامعات وكل دوائر البحث عم تتولى هذا الموضوع لحتى يقدروا يوصلوا لكشف أسرار هذا الفيروس ومتابعة تطوراته.
طبعا هلا الحديث عن الموجه الثانيه هو هلا الشيء الغالب، لانه اغلب دول العالم بلشت تدخل بمرحله حظر ثانيه او بمرحله اغلاق ثانيه نتيجه حدوث موجه ثانيه مثل ما عم يقولوا. شو سبب الموجه الثانيه، او ليش نحن عم نقول انه بده يصير موجه ثانيه، او ليش هالتاكد من انه بده يصير موجه ثانيه مثل ما اكدتي لنا انت بقال؟ فنحن الموجه الثانيه ما في سبب، يعني اذا درسنا او بحثنا عن الموضوع بنلاحظ عده اسباب مذكوره لهذا الشيء، ما بنقدر نرتبهم حسب اهميه، يعني ما بنقدر نقول واحد اثنين ثلاثه لانه كلهم عباره عن توقعات. واحد من الاسباب هو دراسه الاوبئه السابقه، الاوبئه القديمه، يعني مثل الانفلونزا الاسبانيه بال 1920 ومثل الانفلونزا الخنازير بال 2000 ومثل كلهم هدول رافقهم حدوث موجات متتاليه، ارتفاع هبوط ارتفاع هبوط حتى تستوطن ضمن البلد او يطلع لها لقاح، وهذا هو السبب الثاني لتوقعنا بحدوث هجمه ثانيه كونه لسه لحد هلا اللقاح ما تم عمل عليه ولكن لم يتم تعميمه ولم يتم استخدامه بشكل واسع. سببين. السبب الثالث ممكن كمان نتوقع هو التراخي باجراءات خلينا نقول الحظر او الاجراءات الصحيه او التوصيات الطبيه اللازمه. يعني مثل ما شفنا بفتره من الفترات كان في تشدد كبير بالاغلاق المدارس، اغلاق المقاهي، اغلاق السينمات، الاسواق، هالاغلاق الكبير كان على مستوى العالم مو بس على مستوى بلدنا. طبعا مستحيل حدا يتخيل انه ممكن يستمر هذا الشيء لفتره لا نهائيه، وبالتالي لابد انه ترجع الامور لطبيعتها، ترجع الحياه لطبيعتها. هالعوده هي بتحمل معها عوده الفيروس، طبعا الفيروس ما راح، ضل في اصابات ولكن نخشى من زياده عدد حالات بشكل اهم. نعم. هلا بيجي موضوع الشتاء وطبيعه الشتاء وطبيعه موسم الشتويه اللي بيحمل زياده بالاصابات التنفسيه، الانتانات التنفسيه بشكل عام. يعني نحن بنعرف انه الانفلونزا بشكل عادي هي من اشيع الامراض والاصابات التنفسيه بفصل الصيف بفصل الشتاء، واللي بنحكي فيه دائما هو موضوع نقص المناعه الشخصيه، احيانا نتيجه البرد، احيانا نتيجه تفاوت الجو بين منطقه دافيه ومنطقه بارده. ممكن نحكي كمان بموضوع الاكتظاظ نتيجه البحث عن الدفء، بحيث انه يكون في عندنا امكنه صغيره بتحتوي عدد كبير مثل بعض الصفوف المدرسيه، كله هذا بيشجع على انتشار العدوى وانتشار الحاله. هالاسباب مجتمعه اذا بدنا كلنا نفكر فيها بتقودنا للتفكير بموجه ثانيه. نعم أكيد. يعني دكتور، يعني يمكن كمان خلال الفترة الماضية تصريحات منظمة الصحة العالمية والوضع يمكن ببلدان أوروبا اللي هو عادوا مرة تانية للحظر. نعم. بسبب ارتفاع عندهم نسب الإصابة أدى للحديث بأنه ممكن توصل الموجة الثانية لبلداننا، ولكن بنفس هذا الوقت صرحت منظمة الصحة العالمية من يومين بأنه لقاح الجريب أو الرشح لا يغني الشخص أو يمنع من الإصابة بفيروس كورونا. تمام. وهذا الحديث اللي كان كتير دائر خلال هاي الفترة أنه هل أنا إذا رشحت أو جربت وكان أخذ لقاح ممكن أني أنا ما أنصاب بكورونا. هلأ نحن بدنا نحدد الحديث، عم نحكي عن لقاح الإنفلونزا. الإنفلونزا هي نوع من أنواع الفيروسات التنفسية إلى أنماط متعددة عديدة كتير، كل سنة بيطلع لها لقاح موسمي بيحمل عدد من أنماط هالفيروسات اللي هي كانت أشيع، وبيحتمل أنه حماية المريض اللي بياخده من عودة الإصابة. طبعاً هاي الوقاية اللي بيأمنها لقاح الإنفلونزا معروف أنه هي بين 0% لـ 90%، يعني ممكن ياخذ اللقاح ما يستفيد أي شيء منه بالنسبة للإنفلونزا، ممكن يستفيد بشكل كتير منيح. ونحن في فئات معينة بننصحها بلقاح الإنفلونزا على مدار السنين الماضية. قطعا لقاح الانفلونزا ما له علاقه بالوقايه من حاله الكورونا وما له ابدا ما له علاقه بلقاح الكورونا. هلا عم نسمح عن لقاح الكورونا، لسه قيد البحث، اطلق ببعض النسخ، مثلا النسخه الروسيه منه اطلقت، النسخه الامريكيه حاليا لاحدى الشركات كمان قيد الاطلاق والتعاقد مع الدول، النسخه البريطانيه قيد، كلها هي قد تحتمل وقت. طبعا دائما ما في اي لقاح بيطلع قبل 12 ل 18 شهر من التجريب او من الاستعمال بشكل واسع. فبالتالي نحن موضوع اللقاح هو موضوع مهم، لانه هو موضوع اللقاح بيساعد على انه هالمرض يبقى مرض ضمن السيطره، خلينا نقول، او ضمن الحدود اللي ممكن نتعود عليها ضمن الامراض اللي نحن معتادين الاصابه فيها، مثل ما صار بانفلونزا الخنازير. نعم. هلا كل مين بده ياخذ لقاح القريب بيلاحظ انه في احدى الانماط اسمها H1N1، H1N1 او H1N5 هن هدول الانماط اللي كانت تصيب بالانفلونزا الخنازير واللي كانت بوقت من الاوقات شكلت نوع من الرعب كمان على مستوى العالم. هلا حاليا صارت من ضمن الانماط الشائعه والمعتاده واللي ما فيها اي مشكله. فكره انه الموجه الثانيه هل ستكون اقوى ام اخف ما بنقدر نجزم بصراحه.
هلا نحن ممكن نقول اقوى لحتى نضمن انه المواطنين يلتزموا اكثر او يلتزموا بالتعليمات، يلتزموا بالتوصيات اللي حفظناها واللي بنعيدها مره ومرتين وثلاثه مشان تضل دائما بالبال. قد يكون اخف ما تكون بهالقوه هي. موضوع انه قد تصيب الشباب ما تصيب الكبار كمان ما في شيء اكيد. كل هالمعلومات هي بصراحه كلها قيد البحث او ضمن دراسات صغيره اعطت بعض النتائج ممكن نعتمدها ممكن لا، ولكن الشيء الاساسي انه نحن مطالبين بنمط معين من التعامل الصحي بين بعضنا مع اولادنا مع مراجعينا بالعيادات بالمدارس بالشارع بالاماكن العامه. هذا النمط يجب ان يستمر وقد يستمر لسنوات. نعم. ما بيصير نستغني عنه لانه الاستغناء عنه قد يقود لانتشار اوسع. احدى الدول اللي ذكر فيها بدايه الهجمه الثانيه بعد انه كانت مصنفه من افضل الدول بالتعامل مع كورونا بالموجه الاولى، ظهرت عندها موجه ثانيه بسبب مكان عمل فيه تجمع العمال بشكل عشوائي ادى لانتشار الموجه بشكل اكبر. نعم. فبالتالي نحن لازم نحافظ على ضبط هاي الامور، مثل ما الاعلام عم يقوم بدوره مشكورا بهذا الشيء، مثل ما الاطباء بالمشافي عم يقوموا بهذا الشيء بالعيادات. لازم نركز على التزام التعليمات الصحيه، التباعد الاجتماعي، غسيل الايدي، استخدام الكمامه، الامتناع عن المصافحه، التقبيل، يعني التعليمات العامه، استخدام مطهرات الكحوليه المستخدمه بنعطيها للاطفال كمان يستخدموها بالمدارس. كل هالامور هي بتساعدنا على ضمان حمايه المجتمع على الاقل من حدوث انتشار. ما رح نقدر نسيطر بشكل كامل، رح يكون في اصابات بس على الاقل ما يصير انتشار كبير ما بنقدر نسيطر عليه. نعم. دكتور، كمان عدة دراسات أكدت أنه الفيروس عم بيطور نفسه وعم تختلف الأعراض، عم نشوف من شخص لآخر شيء عم تجي هضمي، شيء عم تجي تنفسي، أحيانا عم تجي خفيفة أو قوية حسب كل مناعة كل شخص. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، عن هذه الدراسة، هل هي صحيحة؟ الفيروسات بطبيعتها هي يعني عناصر عضوية متغيرة، يعني ممكن تغير من طبيعتها بشكل دوري. ونحن بصراحة بمرحلة من المراحل كنا معولين على أنه تتغير طبيعة الفيروس باتجاه الأضعف ويختفي نهائيا، ولكن للأسف ما عم يصير هذا الشيء لسه. ممكن يصير خلال الأشهر القادمة وتتغير فعلا طبيعة الفيروس، بس حاليا فعلا مثل ما تفضلتي عم نشوف أشكال متعددة للأعراض. يعني عم نشوف أعراض بتبدأ من ولا شيء، يعني بدون أي عرض ممكن يساوي مسحة صدفة وتطلع عنده إيجابية. وبعض الأعراض البسيطة مثل فقد الشم فقط، بعض الأعراض مثل عم يكون السعال مع ضيق نفس، بعض الأعراض الوهن، التعب العام، الحرارة العالية. كل هالأعراض هي عم تكون مجتمعة أو متفرقة وشدتها ومدتها حسب كل شخص ومناعة كل شخص. مثل ما تفضلتي وجود أمراض مزمنة أخرى ممكن تكون تزيد هالحالة هي. ما في شيء أكيد مثبت، ما في شيء أكيد مثبت. العمل قائم علميا بدور البحث على موضوع اللقاح بشكل أساسي لحتى نقدر نسيطر على هالفيروس، وبنتمنى أنه يغير من طبيعته باتجاه الشيء الأسلم اللي بيقدر يتعايش معه بمجتمعنا. أكيد. دكتور، قبل ما نختم سريعا، اليوم كمان يتم الحديث على أنه الشخص اللي بينصاب ممكن يكون أقل عرضة للإصابة مرة ثانية، ممكن يكون لا، ممكن يصاب ويكون في أغلب خطورة. الدراسات عطت مناعة من الإصابة لمدة 6 أشهر. أغلب الدراسات عطت أنه في مناعة من الإصابة لمدة 6 أشهر. مثل ما تفضلتوا بالتقرير، هذا بيعتمد على حجم الأجسام المضادة اللي تشكلت، ولكن في دراسات تانية بتقول أنه بعض الإصابات الخفيفة عم تشكل أجسام مضادة خفيفة عم تزول خلال أسابيع، وبالتالي ما عاد عندنا هالمناعة اللي حتروح 3 أشهر أو 6 أشهر. بعض المرضى عم يشكلوا أضداد بشكل كبير كتير وعم تروح معهم لفصيلة عدم الإصابة، وبالتالي هذا الشيء ما أنه محدد بشكل دقيق. وضمن يعني ضمن الشيء اللي صار عنا ببلدنا والشيء اللي شفناه، وأغلب زملائنا أطباء الأمراض الإنتانية وأطباء الأمراض الصدرية يعني عم يقولوا حوالي 20% طرأ عليهم إصابة بالموجة الأولى اللي صارت، وبالتالي نحن بنتوقع أنه لسه في عدد منيح ما تعرض للإصابة. وبالتالي الشيء الأساسي بغض النظر عن كل الدراسات اللي عم نسمعه وبغض النظر عن كل الحكي اللي عم نحكيه، لابد من الالتزام بالتعليمات الصحية ولأمد طويل. يعني هلأ عم نحكي نحن لنهاية الشتوية، بداية الربيع، الصيفية القادمة، لابد أن نضل ملتزمين بتعليماتنا الصحية على مستوى منازلنا، على مستوى مدارسنا، على مستوى المشافي، العيادات، أماكن العمل، الأسواق، كل الأماكن اللي ممكن يحتمل حدوث اكتظاظ فيها. إضافة للشيء الشخصي من ناحية التعامل الشخصي، السلام، المصافحة، التقبيل،
غسيل الايدي استخدام الكمامة. لصوتك دكتور يعني، ومنتشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. بنتمنى هيك السلامه والامان. اكيد بنتمنى السلامه للجميع ان شاء الله. شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لك دكتور. اهلا وسهلا. اما هلا سلمى بننتقل لموجز لاهم الانباء على الساحه السياسيه العربيه والعالميه مع زميلتنا لور خضور. صباحك يا لور. يسعد صباحك زينب. موجز لاخر الاخبار بعد الفاصل. أهلا بكم. أقر جيمس جيفري بأن فريقه ضلل بشكل متعمد كبار القادة الأمريكيين حول حقيقة عدد قوات الاحتلال الأمريكية في سوريا. وقال جيفري الذي استقال مؤخرا من مهمته كمبعوث أمريكي إلى سوريا إن الرقم الحقيقي للجنود الأمريكيين في شمال شرق سوريا أكبر بكثير من العدد الذي وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإبقاء عليه هناك منذ عام، والمقدر بنحو 200 جندي. اعتقلت قوات الأمن التونسية إرهابيا في منطقة العوينة إحدى ضواحي العاصمة تونس. وقالت وزارة الداخلية التونسية إن دورية تابعة للحرس الوطني بالعوينة تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي مفتش عنه وصدر بحقه حكما بالسجن لمدة سنتين، مشيرة إلى أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالإرهابي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للأزمة بحقه اللازمة بحقه. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان تطبيق الاتفاقات الثلاثية حول تسوية النزاع في إقليم كاراباخ. وأفاد الكرملين بأن بوتين أجرى محادثة هاتفية مع كل من علييف وباشينيان تناولت الجوانب العملية لتطبيق الاتفاقات المسجلة في البيان الثلاثي حول إقليم كاراباخ، وأبدى الجميع ارتياحهم من الالتزام بنظام وقف إطلاق النار والهدوء على خطوط التماس. أبدى مسؤولون سابقون في الأمن القومي الأمريكي قلقهم من تداعيات تطهير ترامب للبنتاغون في حال شن الرئيس عملا عسكريا ضد إيران بأيام حكمه الأخيرة. وبحسب تقارير إعلامية فقد أعرب هؤلاء عن قلقهم من رفض ترامب التنازل ومنح الرئيس المنتخب جو بايدن حق الوصول إلى المواد الاستخباراتية، مؤكدين أن ذلك يؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي الأمريكي. ختام الموجز، عودة إليك زينب. شكرا لك يا لور. واكيد مشاهدينا مكملين باخر فقراتنا الصباحيه، واكيد مع عالم الاطفال والطفوله سلمى. اكيد زينب، يمكن خلال طبعا السنين الاولى من عمر الطفل بيكون تركيز الاهل على كيفيه نمو الطفل، كيف عم يكبر، وايضا خليني اقول هيك ناحيه مهمه كثير، كيف عم يتطور لغويا، كيف عم يلقط الكلام. طبعا الناحية اللغوية هي جزء كتير مهم من الدلالات على نمو الطفل وتطوره. اليوم رح نحكي عن التطور اللغوي للأطفال مع ضيفتنا أكيد رانيا عازر، ماجستير تقويم كلام ولغة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباحك يا رانيا. يعني عم نحكي عن موضوع دائما عم نحرص أنه يكون موجود بصباحنا، وهو تقويم الكلام والنطق عند الأطفال، وخاصة عم نشوف مشكلة شائعة حاليا أنه في تأخر بالنطق عند بعض الأطفال. أول شيء خلينا نحكي عن التطور اللغوي، لازم يكون بأي عمر هو عمر صحي وطبيعي؟ هلأ التطور اللغوي عند الطفل هو بيبدأ من الولادة. نحن بنركز على مرحلتين كتير مهمين. التطور قبل اللغوي هو بيبدأ من ولادة الطفل لحتى عمر السنة. بعدين التطور اللغوي هو بيبدأ من عمر السنة لحتى عمر الخمس سنوات. بس هذا الشيء ما بيعني أنه الطفل ما راح يضل يطور لغته. بس نحن بنركز على هالمرحلتين لأنه هن كتير مهمين بحياة الطفل. هلأ نحن بنحكي عن من الولادة الطفل بيبدأ بأنه هو بيعمل استجابات، مثلا بيسمع صوت أمه أو بيسمع صوت كتير قوي فهو بيعبر عن هالشيء، بيجفل عيونه أو ممكن يبكي، ممكن يهدأ إذا سمع صوت أمه، ممكن يبتسم إذا شاف وجه أمه. الطفل بصير بحب يسمع للموسيقى. هاي نحن عم نحكي عن الفترة من الولادة لعمر السنة. بس الطفل يصير عمره سنة ممكن يصير عنده كلمة بيستخدمها بحياته. بالسنة ونص تقريبا ممكن يصير عنده 150 كلمة الطفل.
بنهاية السنة الثانية ممكن يصير عنده 200 كلمة بيستخدمهم بحياته. كل ما تقدم الطفل بالعمر فهو رح يكتسب مفردات أكثر ورح يطول جمل أكثر أو يستخدمها بشكل اجتماعي مناسب للمواقف اللي عم بيمر فيها. أستاذة رانيا، خلينا نحكي الفرق بين الاضطراب اللغوي وبين اضطراب النطق، لأنه في كتير ممكن يكون أسباب مختلفة بين الاثنين. صح. هلأ نحن لما بنحكي اضطراب لغة فأنه أنا بيكون عندي أول شيء يا بيكون خلل باستيعاب وفهم الطفل للغة أو بإنتاجه. الطفل لحتى يقدر يحكي فهو أول شيء بده يسمع، بده يفهم شو عم ينحكى ببيئته، بعدين هو بيتحول لأنه ينتج هذا الكلام يلي هو سمعه. فأنا اضطراب اللغة ممكن يكون هو خلل بفهم اللغة أو خلل بإنتاج اللغة والكلمات والمفردات. كمان أنا في عندي اللغة هي 5 مستويات، فالطفل عنده بده يركب جملة، فالطفل لازم يكون عنده مستوى قواعدي جيد، لازم يكون عنده يعرف الأزمنة، يعرف كيف يحط الفعل بالزمان المناسب. كمان أنا عندي مستوى دلالي، الطفل بيعرف إنه هاي الكلمة إلى معنى محدد، ممكن يستخدمها بسياق تاني يكون إلى معنى تاني، فهذا تسميه مستوى المعاني. كمان عندي مستوى الصوتي، إنه هي مجموعة الأصوات اللي بتكون لغة الطفل. الطفل بيتعلم إنه الصوت، بعدين بيتعلم كيف يدمج هاي الأصوات ببعضها، بعدين يكون منها كلمات. وآخر شيء المستوى الاجتماعي للغة أو استخدام اللغة بالمجتمع. مثلاً طفل عم يحكي مع أمه، حديثه بيختلف عن حديثه مع رفيقه أو مع جاره أو مع شخص بيتعرف عليه لأول مرة، فهذا بنسميه استخدام اجتماعي للغة. الطفل بيعرف كيف يبني حوار، بيعرف كيف يكمل بالحوار مع الطرف الآخر وإمتى بده ينهي الحوار. فهي كلها ضمن الاستخدام الاجتماعي للغة. هاي عم نحكي إذا اللغة بس إذا اضطراب لغوي. كمان بدنا ناخذ دائما بعين الاعتبار عمر الطفل. الطفل بعمر السنه الاولى لثلاث سنين هاي المرحله كثير مهمه بحياه الطفل، لانه هو راح يكون عم يكتسب وعم بيخزن المهارات اللغويه اللي راح يستخدمها بعدين بالمدرسه او بحياته الاجتماعيه. اما الاضطراب النطقي، لما بدنا نحكي عن الاضطراب النطقي فهو خلل بلفظ الطفل او بانتاجه للاصوات الكلاميه. وهذا الاضطراب بيكون إما على شكل إبدال، يعني طفل بيبدل صوت بصوت، مثلا كلمة كاسة بيقول فاسة، بيبدل صوت بصوت، أو بيحذف صوت من الكلمة، مثلا كلمة حليب بيقول ليب، حذف أول صوت من الكلمة، أو بيشوه الصوت، أو بيعمل إضافات، ممكن يضيف أصوات على الكلمة فبتطلع الكلمة معنى صحيحة أو معنى مفهومة بالنسبة للطفل. وبالاضطراب النطقي مفهومية كلام الطفل ما كتير بتكون واضحة للأهله أو للناس اللي حواليه. بس الاضطراب النطقي هاي العمليات بنقول عنها انه هي عمليات صوتية طبيعية ممكن تتلاشى لما الطفل يروح على المدرسة، يعني لحد عمر 6 سنوات انا بعتبرها عمليات صوتية طبيعية. او بس ممكن انا كمان في عندي شرط، اذا كان اكثر من صوت فانا لازم اتدخل وعالج هذا الصوت. اذا كان عنده اكثر من صوت الطفل بيخطئ فيهم لانه اكيد كلامه ما رح يكون مفهوم. فلحد عمر 6 سنوات انا بعتبرها شيء طبيعي. إذا الطفل راح على المدرسة فهو راح يكون بعدين عنده أصوات وقت بيخطأ بالكلام، فممكن هو يتعرض لسخرية من رفقاته فهي راح تأثر عليه نفسيا. فأنا بفضل إنه نحن نعالج هاي الأصوات حتى لو بعمر مبكر، بس لحد عمر السنوات هي طبيعية. طيب رانيا، شو هي المؤشرات اللي بتدل إنه الطفل عنده مشكلة حقيقية؟ الأم يمكن تتغاضى عن هذا الشيء إنه إيه تأخر بالكلام. صح. يلا ما عليه، بعد سنة سنتين تضل هيك لحتى تصير مشكلة حقيقية. صح. هلأ في كتير مؤشرات. كمان نحن بنرجع للمراحل تطور اللغة عند كل طفل. هلأ المراحل هي بتكون ثابتة لتطور مهارات اللغة عند طفل، بس العمر يلي الطفل بيتجاوز فيها بيختلف من طفل لآخر. لهيك أنا أول شيء المؤشرات، مثلا الطفل من الولادة هو ما بيبتسم، ما بيتفاعل مع الناس، إذا حكيته ما بيطلع بوجهي، ما بيعطيني أي تفاعل. الطفل ما بيمر بمرحلة البقبقة، ما بينتج أصوات أو مقاطع كلام. الطفل ما عنده كلمة أولى، هاي ممكن تعطيني مؤشر إنه الطفل ممكن يكون عنده تأخر أو اضطراب لغوي بالمستقبل. هاي بس عم نحكي كولادة. لما الطفل بيتقدم بالعمر فهو رح يكون عنده مهارات لغوية متقدمة أكثر، الطفل رح يروح على المدرسة ليتعلم قراءة وكتابة، فكل هدول المشاكل بتظهر على الطفل بتحصيله الأكاديمي. طيب قبل ما نختم حديثنا خلينا نحكي عن أهم الإرشادات اللي هي ممكن تكون لا طبعا تطوير المجال اللغوي عند الطفل
بالسنوات الأولى مثل ما حكيتي. تمام. هلأ نحن بنعطي كتير إرشادات للأهل إنه أي محاولة طفل اللي بيظهرها بالتواصل فأنا عزز له هذا الشيء. يعني طفلي قال مثلا قلت له جيب لي جيب بوتك بدنا نروح عند تيتا، فهو راح جاب البوت بقول له برافو، بعزز له دائما، بعزز الطفل بحسسه انه هو الشيء اللي عمله كتير منيح. مثلا طفل انتج كلمه فانا بحاول انه اوسع له هاي الكلمه بطورها لحتى تصير جمله. طفل مثلا بيقول كلمه كاسه، انت بدك كاسه حليب. طفل انا اخذته مثلا على بيت جده للطفل، فطول حديث انا بكون عم بحكي له انه نحن هلا رايحين لعند تيتا، تيتا هلأ بتعمينا أكلات طيبة. فدائماً أنا حاول أنه وسع إدراك الطفل ومهاراته وتفاعله الاجتماعي. دائماً أشركه بأنشطتي الاجتماعية اللي أنا عم بعملها بالبيت، بدل ما أنا مثلاً ألهي بآيباد أو على الكمبيوتر أو على الموبايل. فأنا دائماً بحاول أني أعمل تواصل فعال مع طفلي من خلال حديثي معه. نعم رانيا، نحن بنتشكرك على كل المعلومات اللي عطيتينا إياها، وإن شاء الله هيك يكون الأمهات بشكل خاص استفادوا منها. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم كثير. شكرا لك وشكرا لوجودك شكرا معنا. شكرا كثير لكم. سلمى، وصلنا لنهاية صباحنا لليوم، نتمنى أنا وياك نكون خفاف نضاف على كل مين تابعنا برحلتنا الصباحية وقدمنا لكم الفائدة والمتعة. أكيد نشكر مطعم رمان اللي طلينا من عنده بهالمكان الجميل على مدى ساعة تقريبا وربع لحتى نكون معكم بهالفقرات الصباحية، وأكيد بنتمنى لكم يوم حلو. حضروا شوربة العدس المشروب الرسمي لليوم بالمطر، وأوقات حلوة مع العائلة. تضلوا بألف خير. وتضلوا بألف خير سلمى. تضلي بألف خير البرد ما عاد قدرنا. تضلي بألف خير، وأكيد نتمنى كل الخير لمشاهدينا وين ما كانوا عم بيتابعونا. مشوارنا خلص، ولكن كل يوم بيتجدد المشوار معكم 9 الصبح. طلع عليكم بحلقة جديدة، ديروا بالكم على حالكم، حضروا الشماسي وتدفوا كتير منيح. باي باي.